السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي كيتابعوا سلسلة لقاء مع المجرم، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله تعالى فاحنا غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، من بعد ما تعرفنا على مجموعة ديال الشروحات المتعلقة سواء بالإجازات المهنية، الإجازات الأساسية، وكذلك الماسترات، وكذلك حاولنا أن ننوعوا ونعطيكم مجموعة من الأشياء اللي ممكن أنكم تستفدوا منها. اليوم إن شاء الله تعالى بعد ما هضرنا على الإجازة المهنية ديال كلية الآداب والعلوم الإنسانية ديال بني ملال، وغادي نلوح لكم من هنا شوية الإجازة المهنية ديال كلية العلوم عين الشق، باش أنكم إلا بغيتوا أنكم تسجلوا فيها. اليوم إن شاء الله تعالى فاحنا غادي نوصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، وغادي نمشيو من بني ملال باش أننا نمشيو للأسافي ولا سافي، الكلية المتعددة التخصص، باش أننا نتعرفوا على طريقة التسجيل في الماسترات ديال الكلية المتعددة التخصصات ديال الأسفي. وما تنسوش بأن القناة راه فيها مجموعة ديال الفيديوهات المختلفة والمتنوعة بطبيعة الحال. دونك أصدقائي، كما كتشوفوا معايا، هذه هي لا بلاتفورم، تفتحات نهار 10/7/2021، وغادي تسد تقريبا في الأخر ديال شهر 8. هذه دات ليميت. دونك اصدقائي، كما كتشوفوا معايا هنا الماسترات اللي مفتوحين، عندنا ماستر ديال اللغه الفرنسيه، لانغ ليتيراتور اي كومونيكاسيون فرونسيز، عندنا كذلك جيوغرافي، وعندنا دروا اغاب. دونك بالنسبه للدرس الفرنسي، عندنا لانغ سوسيتي اي ريبريزونطاسيون، وعندنا المجال الجغرافي والتنميه المستدامه، وقانون الاسره، وقواعد الفقه المالكي. دونك حنا اصدقائي، بالنسبه لهذه الطريقه وبزاف ديال الحوايج، فانا غادي نختصرها، حيت نفس لا بلاتفورم الا كنتو عقلتو ملي كنا تسجلنا في الماسترات ديال السمناليه، وكذلك هضرنا على الماستر ديال المدرسه العليا الاساسيه، دونك راه نفس لا بلاتفورم. وهضرنا كذلك ملي هضرنا على الماستر ديال كليه الاداب، وهضرنا كذلك على التسجيل في الماسترات ديال كليه الحقوق، يعني ما كاين حتى شي اختلاف، الا انه كيكون اختلاف فقط هي في الرابط. دونك فاحنا غادي نمشيو للفورمولير، وكنعتذر الا كثرت عليكم الهضره، ولكن كان شي حوايج اللي خصني ضروري ان نشرحهم هنا اصدقائي. كما كتشوفوا معايا هنا، هنا راه كنكليكيو على فورمولير غير باش تبع معايا ايتاب باغ ايتاب. ها هي، من بعد كتهبطوا شويه لتحت وكتخرج لكم هذه. انا بالنسبه للناس اللي خداو اللي قراو من 2014 حتى لدابا، فغادي يجيو غادي يختاروا هاد الباك اللي فيه اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اي 5. بالنسبه للناس اللي قراو في الاو اس تي ولا ليستيا، قراو العام الاول والعام الثاني، وجاو لشي كليه مثلا من الكليات، سواء كليه العلوم ولا لي فيستي ولا الكليه المتعدده التخصصات الاف بي ولا كليه الاداب ولا المدرسه العليا الاساسيه ولا لونسيت. كذلك هنا الناس اللي قراو في الاو اس تي ياك، و هنا نفس الطريقه، هادو اللي قراو في الاو اس تي وفي الليستيا، ولكن قراو الاس 3 والاس 5 والاس 6. عندنا واحد الحاله اخرى ديال الناس اللي قراو في الاو اس تي وفي الليستيا، قراو فيها العام الاول والعام الثاني، وجاو للكليه ولا لشي مدرسه وقراو الاس 5 والاس 6. هنا هادو الناس اللي قراو في السيستم القديم، السيستم ديال الاربع سنوات، يعني العام الاول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع. دونك حنا غادي نديرو كما قلت لكم هادي، وبعد ذلك غنديرو فاليدي. هنا اصدقائي كيطلب منا باش اننا ندخلو الاسم العائلي ديالنا، هنا الاسم الشخصي ديالنا، هنا الجنس ماسكولين، هنا تاريخ الازدياد. مثلا غندير مثلا غنجي غندير مثلا بحال هكا، غادي نجي هنا كذلك غندير بحال هكا، وغادي نجي غندير هنا ليو دو نيسونس مثلا زاكورا، هنا باي ماروك، غادي نقلبو على ماروك. هنا الا ما كانش البلاد ديالك هنا، فممكن انك تجي ودير اوتر. بعد ذلك هنا ناسيوناليتي ماروكين، هنا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالك ولا النيميرو ديال الباسبور ديالك، هنا العنوان الشخصي ديالك بالفرنسيه، هنا لا فيل فين ساكن، هنا كذلك البلد بغات تعاود ماروك، وهنا غدير الايميل ديالك وغدير ليه تاكيد وغدير رقم الهاتف ديالك. غير حاجه هنا راه تيقول لك هنا الجيميل بوحدو هو اللي مقبول، ندخل شي اوتلوك ولا شي حاجه اخرى ما غاديش تقبل لك. بعد ذلك غتجي غدير تيب تايب دي تكست، هي يعني غتكتبوا هاد الكابتشا هنا، هادشي كتشوفوا غتكتبوه هنا غديروا فاليدي، وبعد ذلك غادي نمشيو لي طاب سويفونت.
بعد ذلك اصدقائي كما كتشوف معنا تيقول لك بان فوتخ برينسكريبسيون اي تونجيستري سو لو نيميرو ديال كذا وكذا. دونك هنا تيقول لك واحد الميساج ديال لا كونفيرماسيون راه غادي تسيفت لك الجيميل ديالنا. الجيميل ديالنا هو هذا. بعد ذلك هنا دون لو كا يعني قال لك الا ما لقيتش الميساج ففيريفيو هذيك دوك لي كوريي انديزيرابل ولا سبا. و تيقول لك هنا ما تنساش انك دير فيرمي لهاد لاباج. دونك حنا شنو غنديرو اصدقائي؟ غادي نرجعو للصفحه الاولى فاش كنا. دونك انا غادي ندير بحال هكا ياك، غادي نكليكي. ملي كنجيو للصفحه الاولى هنا فكنكليكيو على كوم، وبعد ذلك خصنا ندخلو هنا اللوغين ديالنا والمود باس. بعد ذلك تنديرو اونفوي. المود باس وداكشي كامل راه ملي غادي تدخلوا للجيميل فهما غادي يصيفطوا لكم المود باس وغادي يصيفطوا لكم داك اللوغين اللي هو اسم المستخدم. وتيقول لك بانه ضروري انك تاكتيفي داك لوكونت، يعني ملي تحت المود باس وتحت داك الاسم المستخدم راه غادي يكون واحد الرابط غتكليكي عليه باش انك تاكتيفي لوكونت ديالكم، وغادي نشرح لكم من بعد كيفاش. بعد ذلك اصدقائي كندوزوا لهاد المرحله اللي هي حاسمه وضروري خصكم انكم تعرفوها. هنا تيقول لك اني دوبتونسيون ديال البكالوريا يعني سنه الحصول على شهاده البكالوريا ممكن ديرها انا 2014. المونسيون ديرو اسي بيان. هنا واش عندك باك ماروكان غدير وي، الا عندك الا ما عندكش باك ماروكان فغدير نو. دونك حنا نديرو باك ماروكان غنديرو وي. بعد ذلك هنا كيقول لك دير الرقم الوطني ديالك يعني الرقم الوطني سي ان او ولا كدير كود مسار. بعد ذلك هنا الوقيته اش من سنه تسجلتي في الاس 1 مثلا، نديرو حنا مثلا 2014 2015 اني دوبتونسيون ديال لا ليسونس مثلا، انا غير كنشرح لكم ديرو مثلا 2017 2018. كتجي هنا سبيسياليتي ديال ليسونس ديالك نديرو مثلا لونغ فرونسيز. هنا تيب ديال ليسونس عندنا ليسونس فوندامونتال ولا كدير اوتر هنا وكدير اوبسيون، ولا كدير ليسونس فوندامونتال ودير هنا اوبسيون. بالنسبه لهاد اوبسيون مثلا ندير انا خديت مثلا ليتيراتور حيت في الديبارتمون ديال الفرنسية فتيكون عندنا جوج ديال لي باركو. بالنسبة مثلا الناس اللي داروا الدروا مثلا ف نشوفوا الدروا ما عطيناش لنا هنا ولكن ممكن انك ديرها. بعد ذلك اصدقائي غادي نجيو هنا المونسيون ديال البكالوريا نديرو مثلا نديرو اسي بيان. هنا كدير ليتابليسمون فين خديت ليسونس ديالك. هنا تيقول لك ايتابليسمون ايون ديليفري لا ليسونس تدير اوتر هنا. الا خديتها في الكليه المتعدده التخصص ديال اسفي غديرها هنا، خديتها في الكليه ديال كليه العلوم والتقنيات غديرها هنا، خديتها في كليه العلوم غديرها هنا، خديتها في المدرسه العليا الاساتذه غديرها هنا. دونك حنا نديرو اوتر ونجيو هنا ونديرو فلاش ماكش. بعد ذلك هنا لا فيل. بعد ذلك هنا تدير سيتياسيون ديالك اكطويل. دونك حنا نديرو ايتوديون وكنجيو لهنا اصدقائي. كما كتشوفوا معايا هنا اصدقائي فكندخلوا هنا النقطه ديال الاس 1 مثلا، هنا النقطه ديال الاس 1 النقطه ديال الاس 2 النقطه ديال الاس 3 النقطه ديال الاس 4 النقطه ديال الاس 5 والنقطه ديال الاس 6. هنا كتدخل فال ولا في بي سي. الا دخلتي جميع المواد ب10 الفوق وما عندك حتى شي ماده داخله بلا كومبونساسيون فكدير فال. الا عندك شي ماده جبتي فيها 8 ولا قل من 10 المهم 7 8 9 6 ودخلاتك بلا كومبونساسيون فغدير في بي اس. هنا تيقول لك اني ديال الفاليداسيون نديرو حنا مثلا نفس السنه نديرو فال هنا ونديرو نفس السنه اللي اختارينا هنا. عندكم ترى يجب خصكم تردوا البال هنا، ضروري خصكم تردوا البال. عندنا هنا 2014 2015 ودنا هنا 2017 2018 فغادي نجيو هنا نديرو 2017 2018 باش يكون عندنا داكشي مضبوط. دونك انا غندير فال هنا نفس الطريقه. الا عندك مواد اكثر من 10 من 10 للفوق فغدير فال. عندك شي مواد فاليديتهم بلا كومبونساسيون ولا سميتو غدير في بي سي باردون. دونك حنا نديرو بحال هكا ولا حنا كاع نوعو نديرو هكا ونجيبو هادي هكا. هنا
غنديرو نفس الشيء 2014 2015، هنا غنديرو نديرو 2015 2016، هنا 2015 هنا مثلا نديرو تفدوك الناس اللي معاودين، نديرو مثلا 2016 2017 وهنا 2017 2018. هنا تيقول لك نومبر دانسكريبسيون، الا جيت في العاديه وفاليديت كل شيء من النورمال ما رجع لك حتى شي حاجه العام الجاي، فغدير غدير ما غدير والو. دونك نومبر دانسكريبسيون واحد ياك، مره واحده اللي تسجلت فاليديت كل شيء. هنا نومبر دو موديول فاليدي بار راتراباج، الا فاليديت واحد في الراتراباج غدير واحد، فاليديت جوج غدير جوج، فاليديت ثلاثه غدير ثلاثه، فاليديت اربعه غدير اربعه. دونك حنا نديرو زيرو هنا، ممكن نجي نديرو هنا رجعنا واحد الراتراباج، هنا رجعوا لنا جوج، هنا ما رجع لينا والو، هنا رجع لنا مثلا جوج، هنا رجع لنا ما رجع لنا مثلا ثلاثة. كتشوفوا انتم شحال موديل رجع لكم الراتراباج، هنا غتكتبوهم هنا، ولا هادوك المود اللي رجعوا لكم الراتراباج ماشي فقط رجعوا لكم، رجعوا لكم وفاليديتوهم ضروري. هنا نفس الشيء غندير واحد، الى تسجلتي جوج المرات مثلا هاد العام وعاود تسجلتي تاني في موديل اخر غدير جوج. دونك غندير بحال هكا نفس الطريقة. دونك غندير واحد هنا اصدقائي، سواء الناس اللي دايرين الدروه ولا الناس اللي دايرين الفرنسيه. مثلا انا الدروه مثلا، فغتجي غتختار القانون، قانون الاسره وقواعد الفقه. الناس اللي دايرين مثلا الفرنسيه عندهم لونغ سوسيتي اي ريبريزونطاسيون. دونك انا غندير بالنسبه للناس ديال الفرنسيه فغادي يجي يديروا لونغ سوسيتي اي ريبريزونطاسيون. الناس اللي دايرين القانون غادي يجيو غادي يديروا قانون الأسرة وقواعد الفقه المالكي. ممكن أنهم يديروا هكا، ولكن هم راه عندهم الحق فقط في ماستر واحد، فهمتوا؟ ما عندكمش بزاف ديال الاختيارات. بعد ما كتختار هادشي كامل، فكنجي كتجي تاني تتعاود تدخل هاد الكابتشا. هنا حنا غادي ندخلوا هاديك الكابتشا باش أنا نكمل معكم. وكخطوة أخيرة أصدقائي، من بعد ما كنديروا فاليدي وكندخلوا داكشي كامل، كنجيو هنا تيقول لك بأن فوتر فورمولير إيت أنريجستخي. دونك هنا اصدقائي كنمشيو وكنديرو هنا الكونت ديالنا، كندخلو الكونت ديالنا. تيقول لك فوتر كونت اي ديزاكتيفي بور لا ريزون سويف، فو نافي با اكتيفي فوتر كونت. دونك غادي نمشيو للايميل ديالنا، ضروري كيما قلت لكم انكم ديروا لاكتيفاسيون لو كونت ديالكم. دونك انتم غتشوفوا معايا هنا تيقول لك ديزاكتيفي، دونك انا غادي نمشي ناكتيفي هذاك لو كونت. دونك اصدقائي الفورمولير ديالنا تاكتيفا، دونك كلشي تقاد عندنا وكلشي المسائل اللي بغينا تقادات. دونك هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، تنتمنى باش ما اني ما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله